السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بنتعلم ازاي تفك حظر جروب او تفك جروب مقفول عندك ممكن يكون مناسبة او جروب. دلوقتي انا قدامي جروب هنا معمول له تعطيل، ان انا حتى لما اجي اضغط على اي حاجة هنا يكون لي هنا بس اعجبني. لو جيت انزل تحت عن جودة المجموعة بضغط عليها كده بيقول لي تم ازالة المجموعة بسبب انتهاك السياسة، وبرضه في نفس الوقت بيقول لي لا توجد انتهاكات للعرض. خلي بالك هنا زي ما انت شايف بيقول لي هنا تم تقييد مجموعتك لانها لم تتبع معايير مجتمعنا، نحن نعلم اننا لسنا على صواب دائما. يعني دلوقتي انك تقدر دلوقتي متاح انك ترجع جروب من جديد، بس ازاي؟ دلوقتي هتدخل على الرابط اللي موجود في الوصف اسفل الفيديو، هو الرابط الاولاني اللي فيه الابلاغ عن محتوى مفقود من خلال اعادة تنشيطه. هنا بتكتب التاريخ اللي هو تقريبا التاريخ التقريبي اللي هو تعطيل الجروب، ونفترض مثلا ان الجروب اتعطل مثلا يوم 10 من شهر 4 2022، وبيانات التاريخ الوقت الذي قد تم بإعادة تنشيطها. يعني ممكن نكتب آخر توقيت كان فيه جروب شغال، مثلا لو قلنا يوم 1 من شهر 2 2022. ما العناصر المفقودة؟ هتقول هنا على سبيل المثال مجموعات، انت بتحط هنا بتكتب مجموعات. انا هاخد مثلا ده كنترول سي كنترول في، هو ده كان جروب. دلوقتي بتكتب معلومات إضافية زي الرسالة اللي قدامك هنا: أهلا فيسبوك، لقد تم تعطيل المجموعة الخاصة بي، أرجو منكم حل المشكلة في أقرب وقت. أنت تلاقي الرسالة دي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، طبعا هيبقى فيه كل رابط للرسالة بتاعته. أنا هعمل كنترول سي وأرجع تاني هنا كنترول في وأقول له هنا الرابط هو، وأجيب رابط المجموعة من فوق. لو جيت أنسخ رابط المجموعة كده من فوق هنا أقول له كنترول سي كنترول في وأقول له هنا إرسال. طبعا انا مش هعمل ارسال لان انا عملت ارسال قبل كده، لكن انا هبدا ادخلكم على الجروب الثاني او اللينك الثاني. الابلاغ عن مجموعه او مناسبه غير متاحه. دلوقتي زي ما انت شايف هنا دي تحديد المجموعه، تضغط على مجموعه، اسم المجموعه تجيب بنفس النص زي ما هو موجود عندك في الجروب. اروح عند الرئيسيه هنا، بعد كده بنسخ اسم الجروب بتاعي واقول له هنا اضيفه هنا في اسم المجموعه. عنوان اليو ار ال بروح عند الجروب، ولو انت فاتح على كمبيوتر او متصفح بتلاقيه في عنوان اليو ار ال طبعا، هنا الفيسبوك جروبس وهنا لينك الجروب. وصف المشكله هنا: اهلا فيسبوك، لقد تم تعطيل الجروب الخاص بي، وانا اعلم جميع سياساتكم ولا اخلفها نهائيا، والرابط هو كذا. بقول كنترول سي كوبي واقول له هنا بيست. تمام، زي ما انت شايف هنا كده. ممكن تضيف هنا كمان رابط المجموعه، بس يفضل انك تعمل كده في اللينك الاولاني، وهتلاقي كل حاجه موجوده بالترتيب في الوصف او التعليقات، اللي تلاقي الرابط كل ده موجود. لقطه الشاشه اختياري، ممكن تعمل لقطه للشاشه زي ما انت شايف هنا في الرئيسيه، تجيب من فوق هنا لقطه للشاشه، وتروح كمان عند جوده المجموعه في الجنب هنا بتقول له هنا لقطه كمان للشاشه، ان هو مفيش اي انتهاكات وان الفيسبوك تم تعطيله. بس كده، وتبدا تبعت ارسال وتنتظر حوالي 2 لـ3 ايام او على حسب ما يرد معاك الفيسبوك، وانا في انتظار كده. ولو نفعت معاك الطريقه يا ريت تكتب لي في الكومنتات، واشوفكم في حلقه تانية. ولو احتجت اي حاجه كلمني في كومنت، ارد عليك ان شاء الله. مع السلامه.